السلام عليكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في قناة محسن الغزالي للسفر والتجوال وتصوير المشاريع بمدن المغرب. كما الإخوان كتشوفوا معنا الآن، حنا الآن في مدينة الجديدة، مدخل المدينة ديال الجديدة. كما كتشوفوا الآن معنا، يلا تجاوزنا طريق السيار، دخلنا من طريق السيار بعد ما أدينا في محطة الأداء، يعني أدينا الفاتورة ديال محطة الأداء ديال طريق السيار. الآن كنتجه إن شاء الله إلى المدخل ديال مدينة الجديدة. كما كتشوفوا معنا الآن، هذا هو البراج ديال الشرطة اللي قدامنا الآن، كما كتشوفوا معنا الآن اللي غادي نتجاوزوه. ومن بعد إن شاء الله كاين الأشغال ديال توسيع الطريق ديال مدينة الجديدة، مدخل مدينة الجديدة، توسيع الطريق والإصلاح ديالها كما كتشوفوا معنا الآن. فضلت ندير لكم هذا الفيديو هذا باش تكتشفوا الاشغال فين وصلات وتقدم ديال الاشغال تبارك الله، ديال الاصلاحات اللي كتعرفها هذه المدينه هذه. اذا عجبكم اخوتي الفيديو، ما تنسوناش بجيم والاشتراك في القناه وتعليق او اي ملاحظه تشجيعا لنا لنشر المزيد ان شاء الله. انترككم مع الفيديو، هتشوفوا الاشغال على اليمين وعلى اليسار ديال هذه الاصلاحات وتوسيع الطريق. ثم غادي نخلي لكم الصوت مع موسيقى كلاسيكية مزيانة باش تستمتعوا بالفيديو. من الفرحين عظيم قلوبنا رقصت.
بأمرك أنت وحدك رأيت. يا تاليا أيقنت أنك واحد في كل أمر أنت وحدك رأيت. هذه سدود الخير تغمر أرضنا باليوم والبشرى تلك معاهد. هذه سدود الخير تغمر أرضنا باليوم والبشرى تلك معاهد. بالعلم والعرفان تشرح صدرنا بالعلم والعرفان تشرح صدرنا. هذه مصانع عزنا وتلك مساجد مولاي.